مش مكسب يعني. طب خلونا نتعرف اكتر عليكم بقى، يعني خلفياتكم الدراسيه، عندكم كام سنه، في اي مرحله في الدراسه ابتديتوا مع الكاراتيه، بسن قد ايه؟ تعالي نبتدي بيكي. انا ابتديت كاراتيه وانا عندي 4 سنين. انا عندي دلوقتي 14 سنه. مين اللي واجهك للكاراتيه؟ هو صراحه انا كنت ماشيه في النادي كده، ففجاه لقيت كاتا كده حلوه لعبه يعني عجبتك استهوتك. اوكي، فقلت انا عايزه العب. حلو. وبعدين بقى يعني دلوقتي عندي 14 سنه وفي منتخب مصر الحمد لله ما شاء الله. طبعا. وفي اولى ثانوي. دراسيه سنه كام بقى؟ اولى ثانوي. وعارفه توزيني ما بين الدراسه والتمرينات، وخصوصا ان احنا بنتكلم على بطله، يعني مش مجرد واحده بتمارس الرياضه، يعني البطوله دي بتتحقق بعد كتير من التعب والمجهود والتدريبات والمعسكرات والبطولات الى اخره، فبتوزني ازاي ما بين الاثنين؟ هو طبعا تعب، يعني احنا بنرجع من التمرين بنبقى تعبانين مش قادرين نعمل حاجه. طب فالحمد لله يعني بوازن على قد ما اقدر. بس انت يا مريم شكلك هادي قوي على الكاراتيه، صح؟ انا ما تحسش الشخصيه او في حته او جانب عندك احنا مش عارفينه او مش باين، صح؟ ممكن اكون باينه هاديه لكن في الملعب مش هاديه خالص. مولع الدنيا في البطولات.